مصدق، مش عم صدق. أنا اللي مش عم صدق. أنت كيف تيجي لهون بدون ما تقولي لي؟ عم تراقبيني؟ هلا أنت عم بتعاتبني لأني عم راقبك؟ هون المشكلة زياد؟ إذا كنت عم راقبك ولا لا؟ أنا ماشية. في بنات بيكونوا عارفين إنه الشاب خاطب وبيبيعوا حالهم إله بس كرمال مصلحتهم؟ غنوة! أنا ما ببيع حالي. أنا ما عندي مصلحة مع زياد. إيه مزبوط. سوري ما تواخذيني، لأنه افتكرت إنه زياد ضابط وأنت وحدة مجرمة وعم تضحك عليه كرمال مصلحتك. غنوة! أنا رح أمشي. بعتذر إذا سببت لكم إزعاج. أنا موترة كتير هيدي الفترة، وبعتذر مرة تانية. مش الحق على زياد، ما تزعلي منه، الحق علي أنا، هو ما خصه، مش هيك؟ دانيا! زياد! دانيا! زياد ما تلحق! دانيا! دانيا! وقفي شوي، بدنا نحكي، وقفي شوي!